حبيت أخبركم أنه عندي قناة ثانية اسمها Everything with هبة، فيها وصفات رائعة للبشرة والشعر والجسم. نتمنى تشتركوا فيها وتابعوني على الإنستغرام وصفحتي على الفيسبوك. نترك لكم جميع الروابط في صندوق الوصف والتعليق المثبت فضلا وليس أمرا. الخطوط الحمراء والبيضاء اللي تزعج جميع الناس سواء رجال أو نساء، هي تأتي في أغلب الأحيان بسبب فقدان الوزن السريع، يعني الرجيم القاسي، يعني الانتقال من وزن عالي جدا إلى وزن منخفض. هذا يسبب هذيك الخطوط الحمراء إلى خطوط بيضاء. الحمل كذلك، جفاف الجلد، قلة شرب السوائل والمياه يمكن، والحكة الكثيرة تخلق هذيك الخطوط. وهناك أسباب ثانية، يعني أنا اختصرتها لكم فقط. اليوم جيتكم بعلاجات منزلية، كنت عملت وصفات للخطوط البيضاء والحمراء هي في قناتي، نترك لكم روابطها في صندوق الوصف. مراحل وصفات اليوم هي متسلسلة تتبع بعضها البعض، ضروري من المداومة عليها وجودة المكونات وحسن الاستعمال وطريقة الاستعمال، وأركز على جودة المكونات. المرحلة الأولى هي عبارة عن وصفة تتبعها بانتظام تعطيك نتائج رائعة. عندنا الملح الخشن أو ملح البحر، هو ممتاز إذا كان عندكم ملح البحر يا حبذا، له دور مهم في هذه المرحلة. نحتاج إلى ملعقتين، نضيف لها ملعقة من القرفة الدهسين، كل بلد كيف يسميه. هي القرفة لها خصائص ممتازة في علاج الخطوط الحمراء والبيضاء. نحرك المكونات جيدا، خبئي هذا المسحوق في علبة وأثناء الاستعمال اسحبيه منه، خلطيه مليح مليح. يعني هذا المكونين امزجوهم إما بزيت الزيتون البكر، ضروري تكون بكر لأنه زيت الزيتون البكر لها خصائص ممتازة في علاج هذيك الخطوط البيضاء والحمراء، وهي من العصرة الأولى، فوائدها رائعة وفعالة جدا لما تستعمل كدهان. وإذا ما عندكم زيت الزيتون البكر، امزجوا هذاك المسحوق بزيت جوز الهند الأورغانيك، يعني لضروري تكون عضوية بيو، من أجل نجاح الوصفة والعلاج والتخلص من هذه الخطوط البيضاء والحمراء. تباع في شبه الصيدليات أو في المحلات التي تبيع المنتجات الطبيعية الصحية باغا فارماسي. أثناء الاستحمام لما تتفتح مسام الجسم كاملة، طبقي هذه الخلطة على الأماكن المتواجد فيها هذه الخطوط. أعملي فرك بسيط ناعم بفرك دائري، أعمليه على طريقة تقشير ومساج في نفس الوقت. في أي منطقة فيها هذه الخطوط استعمليه 5 دقائق حتى 6 دقائق، وبدلي المكان حتى تنتهي من جميع الأماكن اللي فيها هذه الخطوط. تكرر هذه المرحلة 2 إلى 3 في الأسبوع، وطبعا يستعمل أثناء الاستحمام فقط لأن المسام تكون مفتوحة. ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية بعد هذا التقشير والانتهاء، استعمليها. استعملي دهان للمنطقة بجل الصبار، مساج دائري. إذا ما عندكش الجل الخاص بالعبوة، استعملي الجل الخاص بالنبتة، شوفوا طريقة استعماله. لأنه جل الصبار كذلك له فعالية ممتازة في التخلص من هذيك الخطوط إذا كان عندك يا حبذا، لأنه رائع. إذا كان متواجد عندك استعمليه، هو رائع ومفيد جدا، وخصوصا إذا داومت عليه. حتى الحوامل بإمكانهم استعمال جل الصبار. بعد ذلك تأتي مرحلة المساج الليلي قبل النوم يوميا، كل ليلة استعمليه. تأخذ ملعقة من زيت الخروع، لها فعالية رائعة في إزالة هذه الخطوط والوقاية منها للحوامل ولغير الحوامل، يعني تعمل لك وقاية وتعطيك علاج إذا استمريت عليها، لكن ضروري تكون أصلية وأورغانيك، يعني مركزة، لأن جودة المكونات والمداومة هي اللي تعطي العلاج، خصوصا في العلاجات المنزلية. ملعقة من زيت الخروع، نضيف لها نصف ملعقة من زيت الفيتامين إي، لا فيتامين أو الفيتامين ها، سواء هذا النوع المركز أو هذا النوع. كل
كل ليلة اعملي بها مساج، ادهنوها على الاماكن المتواجدة فيها هذيك الخطوط، حتى النساء الحوامل يستعملوها. كل ليلة تدهني بطنك، تعملي له مساج بهذه الزيوت، تحميكم من هذه التشققات المستقبلية وتعالج لكم التشققات الحالية. وما تنسوش شرب المياه الكثيرة، لأن كل منطقة في الجسم فيها مليارات الخلايا، هي تحتاج إلى الترطيب وتحتاج إلى أنها تتشبع بالماء. اشربوا من لترين إلى لترين ونصف ماء يوميا. هذه الطريقة راح تخليكم البشرة تتشبع بالماء وتحموها من هذيك التشققات، خصوصا اللي يزداد وزنهم بسرعة ولا يعملوا ريجيم، الحوامل وحتى غير الحوامل. ننتقل الآن إلى الوصفة الموالية. عندنا ماء الورد، أي نوع ماء الورد عندك. عندنا كذلك زيت الزيتون البكر يا حبذا، هي من العصرة الأولى وتباع في السوبر ماركت في السوبرات. عندنا زيت الجليسيرين أو الجليسيرين تباع في الصيدلية. عندنا الفازلين، كريم الفازلين أو كريم نيفيا أو أي كريم موجود عندك، لكي نجمع الخلطة نضع القليل من زيت الزيتون، نضيف لها القليل من زيت الجليسيرين أو الجليسيرين، هي تباع في الصيدلية. للواتي يسألنني دائما في الفيديوهات أين أجد الجليسيرين. عندنا كذلك القليل من ماء الورد، ونضيف كريم الفازلين أو كريم نيفيا أو أي كريم موجود عندك، هذا لجمع الخلطة. طريقة الاستعمال: أثناء الاستحمام مرري فوطة على الجسم يكون فيها ماء دافي من أجل فتح المسام، أو أثناء الدوش عملي هذه الكريم مساج على كل البطن. حتى يتشربوا الجيل تماما كل يوم عملي الطريقة هذه. ننتقل الآن إلى الوصفة الموالية. عندنا خل التفاح، عندنا زيت الزيتون البكر، عندنا زيت الخروع. يحبذا تكون عندكم المكونات أصلية، لا تتقيدنا بالماركة الموجودة عندي. عندنا الحلبة، اشتريها يعني حبوب وإطحانها يكون أفضل. لتتجنبي رائحة الحلبة الكريهة قومي بتحميصها مع القليل من الزيت، أي نوع زيت، احركيها جيدا، حمصيها قليلا وإطحانيها. نحتاج إلى عصير البطاطس، حبة بطاطس أبشريها واستخلصي عصيرها. نضيف القليل من زيت الزيتون إلى عصير البطاطس، ونضيف كذلك ملعقة من زيت الخروع وخل التفاح، ونخلط المكونات جيدا. نضيف الحلبة حتى نتحصل على كريم. أثناء الاستحمام تكون المسام مفتوحة، طبقيه على البطن وعملي تقشير مساج دائري، اتركيه لمدة ساعة كاملة واشطفيه. وفي الليل قبل النوم استعملي الكريم الموالي. عندنا جل الالوفيرا، جل الصبار، ورائع لإزالة الخطوط البيضاء والحمراء. بإمكانكم استعمال جل العبوة. نضيف له إما زيت الزيتون البكر أو زيت جوز الهند المتواجد عندكم، أهم شيء تكون أصلية. خلطوه جيدا في الليل قبل النوم. بعد استعمال هذه الخلطات طبقي هذا الكريم، ادهنيه على البطن كامل، على الأفخاذ، على الأرداف، حتى تتشربوا تماما البشرة، يعني حتى يتشربوا الجلد تماما. عملي كأنك مساج حتى يتشربوا تماما. كل ليلة عملي الطريقة هذه. دوموا على الوصفات الطبيعية، وما تنسوا شرب المياه الكثيرة، لأن ترطيب الجلد من الداخل يعطي نتيجة إيجابية من الخارج.